But so far, so good. The only challenge that we have is, the business. مصر أم الدنيا، لابد أن نعرف هذا. Ve Mısır şimdi yaralıdır. Çünkü Mısır'da devrim oldu. Tahrir devriminin hedefleri bütün dünya tarafından ve Mısır halkının 7'den 70'e bütün fertleri tarafından destekleniyor. Ve Mısır halkının isteklerinin yerine geleceğine inanıyoruz. أن مصر تتألم كما تعرف، ولكن أن الكل بعد ثورة 25 يناير وأهداف الثورة 25 يناير كل الدنيا ودولتنا تعرف وتقدر هذه الأهداف، ونتمنى أن يتحقق هذه الأهداف في من أجل المستقبل المصر الديمقراطية. مصر واحد، بير مصر وار، ومصر بيرلشيكتر بتندر. مصر هو واحد، دولة واحدة، وكل فيها اتحاد بين الشعب. تركيا ومصر كارديش. تركيا ومصر شقيقان، وسيستمر هذا. İki halkın menfaatleri ortaktır. لأن المصالح الشعبين مستمرة يعني موافق. İki devletin menfaatleri ortaktır. أن المصالح الدولتين مشترك. مصر yakın olduklarında بحر المتوسط. barış denizi olur. حينما تتقرب دولة تركيا والمصر البحر المتوسط ستكون بحر السلام. إن شاء الله ilişkiler her geçen gün iyiye gidecek. إن شاء الله في المستقبل دائما تكون لك علاقات بأحسن شكل وأجمل. مصر'ın yaralarının sarılması lazım. مصر'ın iktisaden ayağa kalkması lازم. الآن لابد أن نتجاوز هذه المرحلة، ومصر لابد أن يكون هناك تنمية اقتصادية. Dünyada bütün siyasi partiler arasında sempati vardır. Bu sadece Erdoğan'la Müslüman kardeşler değil. Dünyanın her yerinde hür siyasette bu vardır. Ama halktan halka, devletten devlete ilişkiler bundan etkilenmez. هناك علاقة بين كل الأحزاب السياسية في كل عالم، يعني هذا شيء طبيعي، ولكن يعني يتغير على حسب الدول والملل والشعوب يعني. مصر حر وديمقراطيك bir rejime gitmek istiyor. Biz Mısır'da herkese eşit mesafedeyiz. مصر تريد أن تتقدم في نظام الديمقراطية الجديدة، ونحن في مساواة واحدة مع كل شعب المصري. El-Eser'e büyük saygı duyuyoruz. ونحترم المؤسسة الأزهر. El-Eser'in imamına şahsen muhabbet duyuyoruz. نحن لدينا المودة لشيخ الأزهر. Bu yanlış anlamanın bir an evvel ortadan kalkmasını ve aramızdaki kara kedilerin çıkmasını istiyoruz. نتمنى أن نزيل هذه سوء تفاهم بيننا. Aramızdaki kara kedilerin aramızdan çıkmasını istiyoruz. ونتمنى أن يكون هناك أي يريد أن يسيء علاقات بيننا، نريد أن يخرج بيننا. كنت عايز أعرف رأي سيادتك في العلاقات المصرية التركية وما قالت إليه مؤخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة لتركيا هي لا شك أن هي يجمعنا مع تركيا تاريخ طويل وعظيم، وكموقع نجتمع معهم في الموقع، نجتمع معهم في يعني الدين والروابط الثقافية والاقتصادية، في روابط قوية. وأيضا أن تركيا يعني هي خاضت تجربة سياسية حديثة قوية، ويعني نجحت في التحول المجتمعي، وهي نموذج لشكل التحول المجتمعي. ممكن احنا يعني نستلهم من تجربتهم الكثير، مش هنستنسخ لكن يعني نستلهم من تجربتهم الكثير. طبعا في بعض الغيوم على العلاقات التركية المصرية، نأمل من جميع الإعلاميين ومن جميع السياسيين ان هم يراعوا الأبعاد الثقافية والاقتصادية والمجتمعية الموجودة بين مصر وتركيا والحفاظ على هذه الروابط. انا متخيل ان هذه السحابة ستمر سريعا ونعود مرة أخرى ليزيد في روابط العلاقة بين مصر وتركيا إن شاء الله.
دكتور، عايزين نعرف رأيك عن طبيعة العلاقة في الفترة الأخيرة بين مصر وتركيا. هل هي علاقة تدهورت أخيرا أم عامة على علاقة جيدة بين مصر وتركيا؟ لا، علاقة تدهورت كثيرا بسبب التصريحات اللي تبناها رئيس الوزراء التركي ضد إرادة الشعب المصري للتغيير اللي تحققت من يوم على عدة مرات، تأكدت أكثر من مرة اعتبارا من يوم 30/6. وبالتالي الكلام الذي صدر عن رئيس الوزراء التركي قطعا لا يصب في تحسين العلاقات بين مصر وتركيا، بل ويتجاهل الحقائق الرقمية للعلاقات المصرية التركية اللي فيها تركيا حققت منافع ضخمة.